أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إلباس البنت الصغيرة البنطلون البناتي أو بنطلون أخيها، وذلك ليسترها ويحفظها عند جريها ولهوها ولعبها وعند الشتاء؟ هذا تربية سيئة، إلباس الأطفال من البنات إلباسهن البناطيل، هذا من التربية السيئة وعدم الحشمة. فلا تلبس البنطلون لا صغيرة ولا كبيرة، تلبس لباس النساء ولباس البنات المسلمات بالثياب الساترة. نعم.